مين بقى البطل او الهيرو من وجهة نظرك المفروض تبقى يعني انا مواصفاته كان عامله نفسي ازاي؟ مثلا اتجوز مين من الممثلين اللي هم الابطال النجوم مثلا، لو انا كنت موجوده زمان تخيلي كده انا كنت هتجوز مين مثلا. رشدي أباظة، لا عمر الشريف، لا قولي بقى خلاص. لا، فاضلك حد كمان. أحمد رمزي، لا طب استني بقى، فريد شوقي. الله يرحمه، ده كان عسل، ده كان هعملك نفسي ايه؟ احضره ده احسن الراجل ده. شخصية في الدنيا. طبعا. لا، كان نفسي اتجوز احمد مظهر. ده يا سلام، باشا، ده الباشا ايوه بقى، فظيع. يا سلام، يعني احمد مظهر بالنسبه لي ايه الجمال ده، يعني ايه ايه ده بجد. انا كنت موجوده ايامه كنت هبقى مدام احمد مظهر. من جعفر العمدة للأيدي الناعمة. لا لا، أحمد مظهر على فكرة، لا يعني ده دليل على إنه الذوق انا راقي. بالنسبه لا، احمد مظهر بالنسبه لي ده رمز الزوج هو اللي في فارس الحلم. ونبيل شفتي قلتي ايه كلمتين عاملين فارس ازاي؟ ونبيل، ودي وهو الوحيد على فكرة اللي كان يصلح بيعامل يتقال عليه الستات كده. كويس جدا على فكره، يعني كل الناس بيقولوا انه في ممثلين. لا، انا شفت انترفيوهات، انا بقعد اتفرج على الانترفيوهات القديمه بتاعت النجوم العظام اللي كانوا زمان. انا احمد مظهر كان دايما يتكلم عليهم دايما الست فاتن والست مش ايه يا عم، محترم. يعني لو قال لي ست زينة هعيط. فانا نفسي في حاجه يعني، كنت لو كنت موجوده زمان طبعا كنت مدام احمد مظهر على طول زي ما قلت لك.